السلام عليكم. فيلم بحبك او بحبك لتامر حسني، الفيلم اللي اثار ضجه كبيره جدا جدا بعد، يعني طبعا احنا كنا عارفين ان الفيلم بطوله واخراج وتاليف تامر حسني. الناس كتير جدا طلعت وانتقدت الفيلم من الناحيه الاخراجيه. انا في الحلقه دي مش هقيم الفيلم ولا هعمل للفيلم ريفيو، انا بس عندي رساله مهمه جدا للنجم الكبير تامر حسني واتمنى ان هو يشوف. احنا بنتكلم في اول تجربه اخراجيه لتامر حسني ان هو يخرج فيلم مبدئيا. قبل ما نتكلم على النقطه دي، تامر حسني من النجوم اللي بدأوا من تحت الصفر، حرفيا انت نجم بدأت من تحت الصفر، تطورت بشكل كبير جدا، يعني من تحت الصفر لقيت انت من انت اهم مطرب في الوطن العربي حاليا، من اهم المطربين، يعني تعدوا كده من الاوائل، من نقول مثلا من اهم ثلاث مطربين في الوطن العربي حاليا، فتطورت بشكل كبير جدا في الغنى، في نفس الوقت في التمثيل تطورت بشكل كبير جدا، ويعني انت يعتبر من انت افضل ممثل مطرب ممثل انا شفته موجود. طبعا في النجم حماده هلال وكل ده، ولكن نجاحات تامر حسني التمثيليه كتير كبيره جدا. مثلا النجم حماده هلال ما فرقعش مثلا مع غير مثلا مسلسل المداح. انت عندك تامر حسني ما فيش فيلم بيعمله الا وبينجح، عمل مسلسل انا من وجهه نظري من يعني المسلسل ده من افضل المسلسلات الدراميه في اخر مثلا 15 سنه في مصر، هو مسلسل ادم، المسلسل كان رائع جدا. فانت بتتكلم عن نجم تطور وبشكل كبير، بيتطور في كل حاجه بيدخلها. حته ان هو التشتت وان هو بيعمل كل حاجه نوعا ما في ناس هتحس انها مش حلوه، بس لا ليه، لا طالما انت عندك الامكانيات، وزي ما انت قلت كده في اللقاء بعد العرض الخاص بتاع الفيلم، انت طلعت مخرجين كتير، طلعت مخرجين عملوا اعمال كبيره، محمد سامي، ياسر سامي، فانت عملت يعني مخرجين كتير، فليه لا، عندك الخبره في الفعل. فطبيعي جدا نطلع اول عمل اخراجي ليه مش بيرفكت، طبيعي اي حد بيعمل اول عمل ليه ما بيبقاش بيرفكت. ده فانا رسالتي ليك، لا كمل اخراج، انا واثق مليون في المية ان انت هتتطور بشكل كبير، واثق مليون في المية ان انت مع مرور الوقت ومع مرور التجارب الاخراجية هتعمل حاجة، هتبدع في الاخراج زي ما ابدعت في الغنى وتطورت بشكل كبير وفي تأليف الاغاني، وزي ما ابدعت في التمثيل. طبعا قصصك كلها بتاعتك، مش هتكلم برضه عن قصة الفيلم ولا اي حاجة، انا مش هتكلم النهارده عن اي مراجعة للفيلم النهائي، بس زي ما قلت هي رسالة ليه هو. فانت زي ما ابدعت في التمثيل هتبدع برضه في الاخراج، انا واثق من ده، لان انت الفيلم اخراجيا نوعا ما مقبول لاول عمل، لا مش مقبول كمان، لا حلو قوي لاول عمل ليه. فطبيعي جدا بقى المراحل الجايه هتتطور وبشكل كبير، فانا واثق جدا ان انت لما هتعمل اعمال ثانيه مع الخبره الاخراجيه هتتطور وبشكل كبير. بس زي ما قلت هي رساله حابب اوجهها له، بس لان هو بالفعل نجم كبير بحبه جدا، احسن مطرب بحبه، يعني حبيت قصه كفاحه، انا من صغري كده مسميني كيمو، عاشق كيمو وميسي، يعني تامر حسني وميسي بالنسبه لي من صغري كده، من 15 سنه 17 سنه كمان ويمكن اكثر، والله هم اصحابي مسميني كده دايما، ايه اغانيه هو اللي معايا، فهو من المطربين المفضلين بالنسبه لي بشكل كبير، حتى لو قلت الشخصيات لان هو شخصيته نبعت يعني باينه قدامنا من الاعمال اللي بيعملها والحاجات اللي بيعملها، فلا يعني نجم كبير. انا اتمنى في يوم من الايام اللي انا قابلك، اتمنى في يوم من الايام اللي انا يعني اشتغل معاك، انا حلمي ابقى مخرج بشتغل على نفس ده، فاتمنى اشتغل معاك فعلا. فيعني اتمنى ان انت زي ما قلت كمل وما تسمعش اي انتقادات، لان الفيلم بالفعل نجح والفيلم لسه هينجح وهيجيب ايرادات عاليه كتير جدا، لان هو الفيلم بطبيعته فيلم تجاري، هو فاهم الكلام ده وانتوا طبعا فاهمين الكلام ده، فيلم الهدف منه هو التجاري، يعني فيلم تجاري هيتباع هيتشاف، فده تمام. لكن الانتقادات الكبيره على الاخراج انا شايفها انتقاد يعني مش مبرر ليها تماما، لان انت ده اول تجربه اخراجيه، فطبيعي جدا مش هتبقى بالبرفكت، يعني احسن تجربه اخراجيه بقى. فانا مستغرب بصراحه الناس اللي انتقدت، يا ريت اللي شاف الفيلم يقول لي رايه ايه في الفيلم في الكومنتات. فعلا ان شاء الله ممكن، يعني انا مش عايز اعمل مراجعه عشان ما يبقاش قاسي، بس يعني ان بالفعل زي ما قلت هي تجربه اولى، فيعني مش هعمل مراجعه عن الفيلم، بس زي ما قلت هو تقييمي للفيلم كاول تجربه اخراجيه يعني مقبول وبشكل كبير كمان، يعني لكن كتمثيل تماما المعهود عليه الفيلم تجاري زي ما قلت، الكوميديا الرومانسيه كلها حلوه فيه، بس ده اللي اقدر اقوله عن الفيلم. يا ريت تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم اشعار الحلقه الجديده لما تنزل، ما تنساش برضه تتابعنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك، نشوفكم في حلقه جديده باذن الله.